أعزائنا المشاهدين، نرحب فيكم بالحلقة التاسعة من برنامجكم الحلم العربي للمسيح. وهذه الحلقة بعنوان القتل والدماء. بتصور يعني موضوع جوهري جدا وحيوي جدا لنا اليوم. بنعرف أنه أصل القتل ابتدأ بعد سقوط آدم، لما آدم سقط في الخطية، وكانت الخطية بمثابة، لاحظوا أنه الله أعطى آدم سيادة على الأرض، سيادة كاملة على الأرض، يعني وكل العالم في يد آدم، وكانت وصيته أنه يطيعه. ولكن بنفس الوقت وجد لآدم منفذ، إذا بده يرفض الله في كأنه باب، هذا بنسميه الإرادة الحرة اللي يكمن في شجرة معرفة الخير والشر. فلما آدم أخذ من هاي الشجرة كأنه قال لله ما بدي سيادتك علي، فبالتالي تسلط إبليس على آدم وعلى نسله، فأصبح الشر يسود على الأرض. هل الله مش عارف؟ الله عارف، بس كان لازم يعطي آدم إرادة حرة، هيك اختار الله وهبنا هاي الإرادة. وهذا اللي بيميزنا عن الحيوانات، إنه إحنا عنا إرادة حرة. فمنشوف كنتيجة لتسلط إبليس على هاي الأرض، منشوف بدأ القتل. وأول حادثة الكل بيعرفها اللي صارت، اللي هي قائين لما قتل أخاه هابيل. وبنفس الإصحاح تبع تكوين الإصحاح الرابع منشوف كمان جريمة قتل، لامك قتل رجل، ومش بس قتل، يعني تعظم القتل لأنه افتخر بزوجاته وقال لهم قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي، أنه أنا مفتخر في القتل. وهذا شيء منشوفه ببعض الحضارات، الافتخار في العنف والقتل. فبدأ الدماء تسود العالم. وبعد خطية قايين قال الله ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها وقبلت دم أخيك. فإذا الله كأنه الإنسان أصبح تحت لعنة الله، والدماء تلوث الأرض، تنجس الأرض. الله كتير تألم، وبدأ مشروع لرد الإنسان ولخلاص الإنسان. فكجزء من هذا المشروع التدريجي، بدأ الله يعطي وصايا كثيرة في وصية موسى. نعرف الوصية الخامسة الكل بيعرفها، لا تقتل، وهي وصية تتجاوب مع الفطرة الإنسانية البسيطة، يعني موجودة في كل الديانات، موجودة في كل الحضارات. هي فطرة الإنسان بتقول له أنه خطية أو خطأ أني أقتل إنسان تاني. لكن كجزء من نمو في التعامل الله مع هذه المشكلة، المسيح بدأ يتعامل مع جذور القتل والدماء. فعلم في متى 5 وعدد 21 الأشياء الآتية: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم حسب قانون، ولكن اللي قتل يقتل. إذا قتل بغير قصد لا يقتل، لكن يستوجب الحكم. أما أنا فأقول لكم، يعني هو مش ضد القتل، بس ابتدأ يعطيهم 3 محركات بنشوفها عبر كل التاريخ كانت سبب القتل. أول إشي، إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم. باطلاً يعني مش لسبب مقدس، مش سبب بحسب مشيئة الله، بمعنى أنه غضب كراهية، غضب بغضة، مش غضب مقدس. يعني أنا مثل الأب لما بغضب على ابنه بده إياه يكون أفضل، لا، بتكلم عن غضب كراهية وبغضة. إذن أول محرك بقود الناس والحضارات للقتل هي الكراهية والبغضة. مجموعة من الناس بتكره مجموعة تانية من الناس، أو شخص بكره شخص آخر، أو دولة بتبغض وبتكره دولة تانية وبدها تدمرها إلى آخره. المحرك الثاني، من قال لأخيه رقى،
يكون مستوجب المجمع. مجمع يعني برضو الحكم، لأنه المجمع هو اللي بيحكم على إذا الشخص مذنب أو غير مذنب. شو يعني من قال لأخيه رقة؟ رقة هي كلمة متأصلة في حضارتنا الكنعانية تعني يا تافه، اللي هي بتتكلم عن التمييز العنصري. مين أنت؟ أنت لا شيء، أنت تافه، أنا إلي قيمة، أنت فيش لك قيمة. احتقار الآخرين. وبرضو ممكن إن نضيف عليها التكفير واضطهاد فئة من الناس. رقة، وهذا سبب تاني ومحرك تاني اللي منشوفه عبر كل العصور والحضارات، كان سبب هام ودائما منشوفه للقتل. شعوب تقتل بعض لأنها بتحتقر بعض، تضطهد بعض بحسب رأيها. الفئة المعينة هاي من الناس فيش إلى حق إنها تعيش، إحنا الفئة المختارة. فهذا كمان السبب الثاني. المحرك الثالث، من قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. شو يعني؟ يعني المسيح بيتكلم هون عن إهانة فئة معينة من الناس، إهانتها. يعني منعرف إنه الجرح اللي في النفس كتير صعب إنه يشفى. ياما سمعنا كلمات جرحتنا وضلت، ضل الجرح سنين، وأحيانا بضلوا معنا كل عمرنا، مش زي الجرح في الجسد. يعني إهانة فئة من الناس، إهانة فئة من الناس. إذن الكراهية، اثنين التمييز العنصري، ثلاثة إهانة الآخرين وتحقير الآخرين. وهدول الثلاث أسباب هو أهم محركات للقتل والدماء على عبر كل التاريخ. لكن مش بس هيك، المسيح بيتكلم عن ثقافة المصالحة والحوار. يعني مش بس بقولك كانوا، مش بس بقولك ما تحتكرش الآخرين، مش بس بقولك ما تكرهش الآخرين، مش بس بقولك إنك ما تعتبرش يعني فئة من الناس محتقرة أو تهينها، كمان بقولك إذا ناس بيكرهوك روح احكي معهم، حاورهم. ثقافة الحوار. فبيكمل بقول إن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت إن لأخيك شيء عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، حينئذ تعال وقدم قربانك. طبعا السياق هون بيتكلم عن تنين يهود، لكن برضو الأخ يشمل شخص قريب، جارك، ممكن يكون مش من دينك، هو دائما تشعر إنه ماخذ موقف منك، روح احكي معه، افتح حوار معه، قل له ليش أنا ضايقتك في شيء، أنا بتأسف لك إذا أنا ضايقتك في شيء. فإذا ثقافة الحوار، ثقافة المواجهة الصحية، مش المواجهة إنك تشتم. المشكلة مرات تكبر لما نواجه، إحنا لأنه ما بنعرف نواجه، لكن واجهة الصحية، المواجهة اللي فيها التواضع، المواجهة اللي بتميل لكسب الشخص مش كسب الحوار، المواجهة اللي فيها أنا حقيقة بدي أصنع سلام بيني وبين أخوي. فإذن هذه الثقافة المهم جدا أنه نتعلمها. فبنيجي هون كيف المسيح حثنا أنه نتعامل مع الثلاث مشاكل هدول اللي كانوا مسبب الموت على عبر كل العصور، والقتل والدماء والحروب. فنتذكر الكراهية، نتذكر التمييز العنصري، ونتذكر احتقار الآخرين. فبنهاية نفس الفصل المسيح قال أما أنا فأقول لكم. لاحظوا، أعاد ذكر الثلاث عناصر هدول بالضبط وعلم أتباعه كيف يتعاملوا معهم. فبيذكر كالتالي، والأحبوا أعداءكم. وهذا العنوان، الشعار الأساسي اللي إحنا محتاجين نعيش حياتنا فيه، أحبوا أعداءكم. وهذا شعار كتير يساء فهمه
ومحتاج للتعليم. عشان هيك خصصنا حلقة كاملة حتى نتكلم عن أحبوا أعداءكم، ربما كمان حلقتين. لكن النتيجة لهذه المحبة هي ثلاث شغلات، والباركوا لاعنيكم، لاحظوا من قال لأخيه يا أحمق شتمك. تنين أحسنوا إلى مبغضيكم، قلنا من غضب على أخيه باطل، بمعنى الغضب الكراهية. إذن أحسن لمبغضك. أوكي. ثلاثة صلوا للذين يسيئون إليكم ويطردونكم، من قال لأخيه رقة، اللي بيحتقروكم اللي بيضطهدوكم، صلوا لأجلهم، إنه الله يباركهم طبعا، مش إنه ندعي عليهم أكيد. فبعدين بيبدأ يقدم إيضاح ليش، بقول لكي تكونوا أبناء أبيكم، في مثل إله أعلى أبوكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، بقول فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار وعلى الظالمين. بعد بقول هذه الجزئيات راح نفسرها فيما بعد، لكن بعد بقول بعض الأشياء الهامة جدا اللي لازم ندركها. بقول لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون أيضا يفعلون هذا؟ يعني إذا أنا بحب اللي بحبوني، شو التغيير اللي بدي أعمله بالمجتمع؟ إيش التغيير اللي أنا منتظر يصير بالمجتمع؟ مش البوذي بحب البوذي، والملحد بحب الملحد، والشيوعي بحب الشيوعي، والهندوسي بحب الهندوسي. طب شو بده يميزني؟ ومش بس هيك، مش المجرم وقتال القتلة كمان بحب اللي بحبوه؟ طب 100% بحب اللي بحبوه، هو إنسان بحبه بكره، بحب اللي بحبوه. شو التغيير اللي أنت منتظر تسويه في المجتمع إذا بتحب اللي بحبوك؟ ما الكل بيعمل هيك. إحنا يا أحبة عم نسعى على تغيير في مجتمعنا وفي بلادنا العربية. بيكمل بقول إن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون، أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ قلنا العشرون هو أسوأ شريحة كانت في ذاك الوقت، ناس بلموا ضرائب لحكومة روما، ومش بس هيك بكون معهم جند روماني. يعني تخيل المشهد، يعني تخيل الفلسطيني مثلا، انت كفلسطيني تخيل واحد عميل نازل مع جيش اسرائيلي يلم ضرائب، كيف تشعر؟ أسوأ فئة. بقول لهم اذا انتوا سلمتم على اخوتكم فقط، سلمتم على اخوتكم لا تعني مرحبا كيف حالك، لا، سلمتم تعني طلبتم سلامة اخوتكم. وبرضو على فكرة باللغة العربية لما تقول السلام عليكم احنا تعودنا عليها، بس هي بتعني انه انت بتتمنى السلام للناس اللي انت عم تلقي التحية عليهم. فبقول لهم اذا انتوا طلبتوا سلامة بس اخوتكم، اي فضل تصنعوا؟ أليس العشرين أيضا؟ مش بدي أجيب لكم لسه مثال متطرف أكتر، رئيس عصابة، مش رئيس عصابة بتمنى السلامة للمجرمين اللي معه؟ شو التغيير اللي إحنا متوقعين إنه نعمله بالمجتمع إذا إحنا منحب اللي بحبونا، وإذا إحنا بس نطلب السلام لجماعتنا والناس اللي منحبهم والناس اللي مثلنا؟ فيش تغيير. إذن مش هذه هي الثقافة. إذا أنت بدك تعمل تغيير بدك تسقب شيء مختلف. ثقافة الكراهية مستحيل تبني بلد يا أحبة، مستحيل. في طرق تانية، ثقافة المحبة، ثقافة التساوي بين الناس كرجل وامرأة، ديانات مختلفة، بلدان مختلفة، لازم ننبذ الشتائم، بالعكس نبث ثقافة احترام كل الآراء وكل الناس. هذا مهم جدا أن نعرفه. ففي كتير عندنا أمثلة تاريخية لازم نتعلم منها. فإنه الكراهية، أنا بقول لك الكراهية ممكن تصيب العدو، ممكن، بس أكيد
راح تحرق صاحبها وتحرق الشعب اللي هو عايش فيه، هذه أكيدة. بس ممكن تصيب العدو، ممكن آه ممكن لا، بس راح تحرقنا إحنا. يا أحبة أرجو إنه نبدأ نتعلم، نعلم أولادنا على ثقافة المحبة والقبول والتساوي والتسامح والصفح، لأنه هذا أكثر شيء بيبني المجتمع. شكرا لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.